وللحديث عن الذكرى الثانية بعد المئة لتأسيس الجيش العراقي والتحديات التي تواجهه ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. حياكم الله دكتور عبد الحميد. حياكم الله، مرحبا بكم. أهلا بك دكتور عبد الحميد. بداية، كيف تأثر الجيش العراقي عندما أدخل في بنيته الاحترافية العسكرية بعد عناصر الميليشيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بعد تحياتكم والمشاهدين الكرام. حقيقة فعلا مثل ما ذكرنا في بياننا، فإن الشعب العراقي يفتقد هذا الجيش الذي كانت له صولات وجولات، سواء كانت في دفاعه عن هذه الصولات في الدفاع عن العراقي ضد الاعتداء الخارجي، أو في مواقف تشهد لها الأمة ولا سيما على أرض فلسطين أو في بلاد الشام سوريا في دفاعه عن الأمة ضد الاعتداءات الصهيونية. وكذلك فإن الجيش العراقي سابقا كانت له دورات والكلية العسكرية التي خرجت رجالا يشهد العالم بكفاءتهم، سواء من العراقيين أو من بقية الدول العربية الذين عادوا إلى بلادهم لتكون لهم مكانة هنالك ومناصب. هذا الجيش بعد هذا التاريخ الكبير ممن ضم من الكفاءات التي قامت على مهنية عالية واكتسبت خبرة كبيرة، نجده اليوم للأسف بات أداة من الأدوات، أدوات الهدم ومعول من معاول التخريب للعراقي، يستخدمه هؤلاء الساسة ويستخدمه الأجنبي. فنعلم أن إيران اليوم تتحكم بالمشهد العراقي بالتعاون والتوافق والتخادم مع المحتل الأمريكي، فيستخدمون عدة أدوات لهدم العراقي ولتخريبه ولنهب ثرواته. وللأسف بات الجيش العراقي والعديد من الأجهزة الأمنية، فضلا عن بقية الأجهزة التنفيذية التي كما قلنا أدوات بيد هؤلاء للسلب والنهب والتخريب. نعم، يعني كيف تأثر الجيش العراقي بهذه الصبغة الطائفية حقيقة التي أدخلت على النظام السياسي بعد عام 2003؟ السؤال، لماذا لم يحيد عنها؟ نعم، هو المعروف أن الجيش يعني عقيدته تسمى عقيدة وطنية، يقوم على حماية البلد بغض النظر عن الأطياف وعن انتماء أو الهويات الفرعية. لكن كان أحد أهم عناصر تخريب البلد في كل النواحي، سواء كان السياسي أو الأمني وغيره، هو أن المحتل الأمريكي دق هذا الإسفين وزرع هذا العنصر الذي هو أساس الخراب في كل المجالات، وهي قضية الطائفية. فالمحاصصة الطائفية والصبغة الطائفية كانت أهم عامل يستند عليها هذا المحتل لتمرير مشاريعه في كل الصفحات، سواء كانت السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية. وللأسف هنالك معاول وأدوات كما قدمت قبل قليل، هذه الأدوات هي التي مكنت لهذا المحتل من هذا المشروع، ولا سيما انسياقها وراء هذه الصبغة الطائفية، وهي بالتأكيد تخدم جارة السوء إيران التي تستند على هذه الصبغة لتحييد كثير من أبناء الشعب العراقي الذين انخدعوا بهذه البضايات التي جاءت والتي رفعها بعض الأحزاب التي اكتشف الشعب العراقي لاحقا فسادها وتأثيرها السيء على البلاد. نعم، هذا الجيش الذي تأسس بهذه الهيكلية المهلهلة والطائفية أيضا بعد عام 2003، برأيك دكتور عبد الحميد، يعني هل هو قادر على درء المخاطر الخارجية عن العراق كما كان، وكما تفضلت، يعني كما كان الجيش العراقي حاضرا في مجمل تاريخه للدفاع عن العراق والأمة؟ يعني الكثير من العناصر التي يحتاجها الجيش للقيام بهذا الدور هي مفقودة اليوم، فابتداء العقيدة، العقيدة الوطنية غير موجودة. فالكثير من غالبية الجيش الموجود، غالبية القائم عليها كهيكلية وكنظام وكمؤسسة، باتت هي مسيطر عليها من قبل الأحزاب، فهي أداة بيد أدواتها
بيدها هذه الأحزاب، وكذلك مسيطر عليها من قبل المحتل، لا سيادة ولا استقلالية لهم. الأمر الآخر، فإننا نرى أن هذا الجيش قد فقد الكفاءات، لم تعد هنالك لديه تلك الكفاءات من الرجال، أعني كفاءات رجال الذين كانت لهم دور، كان لهم دور عفوا في التاريخ الماضي. فإبعاد هؤلاء الكفاءات وإحلال مكانهم ما يسمى بالدمج، ورجال ليس لهم من الكفاءة العسكرية ولا الخبرة، هذا أيضا مؤثر ثاني. الأمر الثالث وهي قضية التسليح، فالكل يعلم أن الجيش العراقي الحالي تسليحه لا يتناسب مع أي دور يستطيع القيام فيه. فضلا عن هذا وذاك، لا يوجد اليوم أي مؤسسة فوق يعني التي تسيطر، اللي هي المؤسسة السياسية والقرار السياسي، لا يريد ولا يشاء لهذا الجيش أن يقوم بهذا الدور. دوره اليوم بات يقتصر على حماية العصابات السياسية التي تقوم بالنهب والسلب، وأصبح لهؤلاء للأسف أيضا، أصبح هذه المؤسسة اليوم هي مظلة حامية لكل فاسد ولكل من يريد تخريب البلاد. نعم، إذا دكتور عبد الحميد العاني، الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين، كنت ضيفنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.